زيارة تفقدية للمشروع الزراعي قرارة القطف في بني وليد جاءت للوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في هذه المنطقة. كان اليوم بخصوص تفعيل مشروع القرارة الزراعي، والمستهدف هو الإجمالي المساحة 6000، هو الآن اللي تشتغل 2000 هكتار، ونبغى نرفع الطاقة الإنتاجية للمشروع، ونشكر فيه الجهات الأمنية اللي تمنت أنها توفر الأمل في المشروع. ومشروع الاستثمار النهر الصناعي حتى هو يعني أبدأ استعداده لتبديل الصعاب في المشروع والوقوف إلى جانب إدارة المشروع. أغلب العاملين والموظفين تركوا العمل بهذا المشروع، كما أن قلة الإمكانيات من مضخات وشبكات ري وغيرها من المعدات المهمة ساهمت في عدم عودته للحياة من جديد. إذا كان صار الإنتاج يقعد لين صب عليه المطر، ولو هو في الكناسة يقعد معناها موشي غمامة، وما فيش اهتمام بالمشروع ولا هذه على إدارة المشروع. إدارة المشروع ما هيش مصبي المشروع ولا هملت الحق، يعني كل الهمال من إدارة المشروع. مشروع قرارة القطف يعتبر من المشاريع التنموية الواعدة، باعتبار أن تربة المنطقة تعد الأفضل من حيث مقوماتها الزراعية في إنتاج الخضار والفاكهة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية.